كل الشعوب كل القلوب ستتابع الكلاسيكو العالمي رقم 222 بين البارسا والميرينجي. 88 انتصار للريال، 87 فوز للبارسا، و 46 تعادل. أجواء جماهيرية كتالونية مدريدية خرافية وعالمية، فارق 8 نقاط في هذه الأوقات للمتصدر الكتالوني البارسا، يريدها الليلة 11 نقطة ليؤكد بداية الهروب، والريال يريد الليلة فارق 5 نقاط ليعدل الأوقات قبل وصول شمس الغروب لهذا الدوري الإسباني. فمن الليلة سيعاني 7 الجولات بكل الآهات والتفاعلات في الليغا الإسبانية. أمامنا طاقم التحكيم يقود كارلوس ديليادو فيريرو بين إيكار كاسياس وتشافي إرنانديز. أجمل حكاية وأحلى رواية، نجوم عالمية خرافية، ميسي، تشافي، إنيستا للبلاوغرانا، رونالدو، بنزيما، دي ماريا للكتيبة المدريدية. نراقب الساعة، ننتظر على أحر من الجمر بداية ملحمة الكبار في موقعة النار. بنزيما يتقدم، كريم يرجع للوراء، التصويب لكن قوية وبعيدة بدون دقة مثالية من أنخيل دي ماريا. عديد الشخصيات البارزة تحضر هذا الكلاسيكو الكبير. يخص بالذكر وليس الحصر رئيس مقاطعة الكتالونيا السيكان لمسعود أوزيل، كريستيانو رونالدو يفتح الثغرة، رونالدو يوسع، الأقدام الفرنسية لم تكن مثالية. هات الصورة وشوف الكرة، كرة من لمدريا من رونالدو، وكريم كريم كريم لم يكن كريم مع المدرب مورينيو. ذاع الكل في وسط دفاع البلاو جرانا. تلعب من أوزيل، كرة بالرأس عجيبة وغريبة، رأسية سيرخيو راموس لا تعرف النجاح بالرأس. للمرة الثانية الريال مدريد مشاهدينا الكرام يضيع هدف الأسبقية. على طول على حمل الكرة من جانب سامي خضيرة وتشابي ألونزو، ترتد بيدرو رودريغيز، رودريغيز أمام مارتشيلو، رودريغيز يمهد كرة خطيرة للكل بلاوغرانا، إنييستا يساهم، والكرة بجانب إيكار كاسياس. أول تحرك رسمي كتالوني على الدفاعات المدريدية في هذه اللحظات الكروية. رودريغيز التمهيد بامتياز، فابريغاس، يانس، وإنييستا الرسام لم يكن في هذه الكرة فنان، وضاعت هنا الفرص الكتالونية لمسعود أوزيل. هذه الكرة الأخيرة، أوزيل، دي ماريا، وكرة لمارتشيلو في التمهيد سامي خضيرة، ومنظومة مدريدية كريم لرونالدو يساهم، جول 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 جول. رونالدو 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 مشاهدينا الكرام يطير كطائرة التورنادو ويعطي الأسبقية المدريدية على الأراضي الكتالونية. هات الصورة، شوف الكرة من خضيرة لكريم بنزيما، ورونالدو ليس بموضع المتسلل، يسارية لنجم الكرة البرتغالية في الدفاعات الكتالونية. ريال مدريد مشاهدينا الكرام يأخذ أجمل أسبقية في هذه الأمسية الكروية. ريال مدريد بالأسبقية الملكية في الأراضي الكتالونية. مدريدي متحدي، يشعل النار بنجوم الكبار في هذا المشوار. 1-0 للريال، يلعب بكرة عالية جدا، كرة سريعة تفاجأ الدفاع الكتالوني. وشوف الكرة سامي خضيرة، خضيرة يا سلام، أوزيل رايعة، شيء كبير يا عمري، شيء كبير يا عمري، كرة الريال، كرة الدلال، كرة الخيال. شوف الكرة، 4 لمسات بأبيض اللون من أجمل ما يكون. أو كريم 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 لم يكن كريم، أيتور كارانكا وجوزي مورينيو لا يصدقان هذا السيناريو. تشافي، كرة لإنييستا، إنييستا، والتدرج لرودريغيز، والكرة جول 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 جول. فعل الكتالوني، فعل نيو نيو نيو، وحده وحده ابدع كالعادة يا سيد اللاعبين، هو ميسي جلاد الجلادين، شرارة الأرجنتين، الأقدام الماسية الأرجنتينية غير عادية وعالمية.
بركان غليان في ملعب الكامب ناو. تعود الابتسامة للكتيبة الكتالونية. هات الصورة وشوف أجمل كرة، كرة إنياس الفنان لبيدرو رودريغيز، تسدي دفاعي للريال، وليو في المكان، في المكان، هو حاكم الزمان، هو السلطان في هذا الريال. هدف لهدف يا سادة بين رونالدو وميسي كالعادة، 1-1 في الكلاسيكو. شيء كبير يا عمري، شيء كبير لإنيستا. وفي هذه اللحظة يعلن الحكم كارلوس ديلغادو فيريرو على نهاية الشوط الأول بتعادل إيجابي مثير بين برشلونة وريال مدريد، 1-1. رونالدو في البداية، ميسي في النهاية. لكل من التحق بنا سنذكر بتشكيلتي الفريقين. إيكر كاسياس، ليو، ليو، جول، 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 جول. أسطوري يا ستار، والكرة كما قلت على اليسار، هو مرعبهم، هو مخوفهم، نجم الكرة الأرجنتينية يا سادة. وهدف العادة، ليو، ليو، وحده وحده. قلت مشاهدينا الكرام، على اليسار، على يسار، على يسار إيكر كاسياس، وكان ليو في الميعاد يا حبيبي، في الميعاد. برشلونة يعود من بعيد، برشلونة بكل القوة والتقدير، برشلونة بالعسبقية، بالكرة المثالية، يدك الحصون المدريدية، هي الأقدام الأرجنتينية. يا سلام، هذه هي الكرة، شوف الصورة، تنال التنال، شمال كل الشمال، خيال الخيال، يسارية أرجنتينية في أجواء غير عادية. شيء كبير يا عمري، شيء كبير يا عمري. 643 ماتش، ممتاز الكرة، جول، جول، هو مرعبهم، هو مدمرهم، نجم الكرة البرتغالية يا سادة. وهدف رونالدو كالعادة، رونالدو، 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 يطير كالتورنادو، رونالدو الفتاك من جديد، يمزق الشباك، رونالدو الذي ينسع منافسيه كالنحلة، الليلة يمتع ويلعب أحلى وأحلى. التعادل مشاهدينا متابعينا، مباراة تاريخية بين ميسي ورونالدو، ليس هنالك تسلل، أدريانو بعدم التخصص في دفاع الخط يقضي على أحلام الدفاع الكتالوني. هات فنونك يا رونالدو، اكشف جنونك، هذا الفن عليك يجنن يا برتغالي يا متحدي. هدفان لهدفين. سيد اللاعبين يمر بالكرة، وين سيد اللاعبين؟ يا سلام، يوزع، لا، جوردي، ميسي، ميسي، ميسي أراد أن يحييكم بطريقة مارادونية، بطريقة مازية، ولكن اليسارية خارج الكرة الأرضية. إنيستا قادر على الاختراق، إنيستا، كرة، أوليو، أوليو، يوزع، خطيرة ومكيرة هذه المنظومة الكتالونية، وتنتهي بركنية، ليو في البداية، إنيستا في النهاية، ومارشيلو في الركنية. أنا قلت في المخالفة الأولى على اليسار، على اليسار، على اليسار، ليو يوسع هذه المرة، وضربة مرمى لدفاع الريال. ما كل مرة تتكسر الجرة. إذن المدرب مورينيو باقي يطلب مواصلة العمليات الإحمائية لريكاردو كاكا. ربع ساعة لنهاية المباراة. كريستيانو رونالدو، النجاح مورينيو، والفرحة، وذي كرة، ويغوين في الزاوية المستحيلة، الأقدام الأرجنتينية لم تكن مثالية. خطورة كتالونية، التمهيد، إنيستا، والكرة، والتصوير، والعارضة، العارضة يا ناس، العارضة يا ناس، العارضة يا ناس. قلنا لأصحاب القلوب الضعيفة، غادروا ملعب الكامب نو، غادروا شاشات التلفزيون، هنالك إعصار مدمر كتالوني،
قادم لا محالة. كرة الركنية كتالونية، الدفاعات المدريدية تعيش أوضاع صعبة ومخيفة. ممتاز إنيستا، يعطي كرة، يا سلام، كرة الزمان، سانشيز، سانشيز صوب، واليسارية الشينية خارج الميدان. ضاع الانتصار في هذا المشوار لفريق برشلونة داخل الديار. انتهى هذا الموضوع بالنسبة لبرشلونة، لا تلف ولا تدور، هي الكرة الأرجنتينية بجانب إيكار كاسياس. القلوب يا ناس، القلوب يا ناس. ريال مدريد مشاهدينا الكرام ينهيها الحكم ديلغادو فيريرو الآن بتعادل مثير بين ريال مدريد وفريق برشلونة. أكيد استمتعنا مشاهدينا الكرام في القمة النارية رقم 222 بين برشلونة وريال مدريد. بصراحة تعادل عادل بين العملاقين.